رايحين. ودلوقتي هي ساقعه زي ما انتم شايفين كده، بصوا الجمال ما شاء الله. اهيت واجيب لكم حته كده من ال اهو، شايفين ما شاء الله. ادي بصوا القرن الفلفل طالع معايا اهوت، بنشوف مين اللي هياكل الفلفل الجميل ده. يا خرابة على الريحه، مش عايزه اقول لكم بقى، شايفين الريحه هايله جدا 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 اهو. طبعا انا لازم ادوق، انت عارفين. بسم الله. روعه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف الف خير يا رب. وعايزين كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده هعمل معاكم بقى المسقعه الخاصه بيا، احلى مسقعه ان شاء الله تاكلوها. هنحتاج ايه؟ هنحتاج طبعا الراعي الرسمي للمسقعه اللي هو البتنجان اهوت، دوت كيلو بتنجان اهو انا مقطعاه ورشيت عليه ملح، خر الميه بتاعته اهو، ما فيهوش ميه خالص اهوت. ولما اجي اقليه طبعا ان شاء الله هوريكم هقليه ازاي عشان ما يشربش منكم الزيت خالص نهائي. المسقعه دي انا هفرش تحتيها البطاطس الحلوه دي، هقليها طبعا نص قليه كده، يعني هديها صدمه كده، وهفرشها تحت البتنجان ان شاء الله. وطبعا الراعي الرسمي التاني الفلفل الحار والفلفل البارد، الاتنين مع بعض اهوت اهوت زي ما انتم شايفين كده، عشان تبقى احلى مسقعه ان شاء الله. وطبعا معانا لها ايه؟ معانا لها التوم عشان التقليه بتاعتها بتاعت التوم، ومعايا هنا خل اللي انا هطفي بيه التوم ان شاء الله، والبهارات بتاعتها طبعا. معايا كمون، معلقه كمون حلوه كده، وملح وشويه فلفل صغيرين، ولسه هجيب شويه كزبره ناشفه كده برضو. ومعانا هنا ايه؟ طماطم مضروبه اهيت ان شاء الله. ومعايا هنا بقى ايه؟ معايا هنا الدقيق دوت، انا هغمس فيه البتنجان وهقليه في الزيت علشان خاطر ما يشربش زيت. جربوا وهتدعوا لي ان شاء الله على الطريقه دي. غمسوا البتنجان كده في الدقيق، انا هعمل لكم واحده قدامكم كده. انا اساسا ورايا هز الزيت بيقدح اهو كده بالشكل ده، كده كده بالشكل ده اهو خلاص. وهنفضه عادي خالص كده، هنفضه ونروح ايه نسقطه في الزيت ان شاء الله. دلوقتي ان شاء الله بس هجيب شويه كزبره كده عشان ما انساش، ونروح ان شاء الله على الزيت نحط البتنجان الحلو دوت، ونشوف هنعمل ايه مع بعض باذن الله. هتاكلوا احلى مسقعه ان شاء الله، تدعوا لي عليها. مش شاربه زيت ان شاء الله، ومسقعه طعمه جدا على اصولها بامر الله ان شاء الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اهوت الزيت، الزيت قدح اهو بقى جميل. وانا طبعا ايه عملت كده البتنجان كده اهوت في ايه خفيف كده في الدقيق، وهسقطه فين في الزيت كده بالشكل ده اهوت. هحط بقى طبعا الكميه كلها واعملها بنفس الطريقه كده ان شاء الله، وهنشوف هيطلع مع بعض لونه جميل جدا اهوت بالشكل ده كده ان شاء الله باذن الله. تجربوا وتقولوا لي. المسقعه دي جميله جدا طبعا، كل اللي دقها والله بيشكر فيها، يعني مش عشان انا اللي عاملاها. وهكمل الكميه كلها ان شاء الله باذن الله وارجع لكم، ونشوف مع بعض بقيه المسقعه ان شاء الله. وخليكم معايا عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو وتزهقوا مني وتقفلوا الفيديو، هو تقفلوا البيت وتشوفوه من اوله لاخره عشان تعملوا الاكل حلو، عشان تعملوا الاكل زي ما انا بعمله بالظبط. والف شهانه وشفاء على قلبكم يا رب، ربنا يهنيكم جميعا يا رب. يلا حلو ازاي؟ ولا شارب زيت ولا في اي حاجه اهوت، مفيهوش زيت خالص، شايفين مفيش زيت خالص فيه. وبرده هطلعه هنا على مناديل المطبخ اهوت، مناديل التحمير بتاع المطبخ ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهوت. شايفين لون البتنجان عامل ازاي؟ لونه حلو جدا، مفيش زيت خالص فيه طبعا. طبعا هو كده متعوز بس زيت، لكن مفيهوش زيت. هنحط طبعا بقيه الكميه ان شاء الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده مفيش ابسط ولا اسهل من كده ان شاء الله. وتعملي الحاجه بحب عشان الحاجه تطلع حلوه. وانا هكمل الكميه وارجع لكم، انا بس حبيت اوريكم هو طالع شكله ايه من الطاسه. شكله جميل جدا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هعمل بقيه الكميه وارجع لكم. طبعا يا حبايبي بعد الباذنجان حطيت بره اوريدي الفلفل كله ورا بعضه كده اهو ما شاء الله، طلعه اهو بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا اهو. فلفل احمر واخضر حار وبارد عشان ايه المسقعه تتاكل كده وتبقى جميله وتفتح النفس اهو كده. خلصت انا الكميه كلها والباذنجان
وريحه الفلفل الحار دي عامله عمايله هنا في المطبخ اهي معايا. ان شاء الله تجربوا وتقولوا لي كده. اهي الكميه اهي، شايفين ما شاء الله، شايفين حاجه جميله جدا اهي. بتنجان مش شارب زيت خالص اهوت قدامكم ان شاء الله باذن الله. فاضل بس هحط البطاطس بقى تتحمر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا معايا اهي طاسه فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده، مش كتير. ومعايا هنا التوم طبعا فرمته اهوت، هننزل بيه كده اهوت. وطبعا معايا الخل اللي انا حاطه بيه التومه دي الجميله دي اهو بالشكل ده كده. وحاسبي اوعي تتحرق منك التومه عشان ما تمررش الحاجه ولا الحاجه يبقى طعمها مش حلو اهو. اول ما تخش كده على احمرار حلو كده، احمرار حلو هتشوفوه. نقوم نازلين بالخل ان شاء الله اهو. حاجه مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده اهي. احلى مسقعه ان شاء الله الدهون. طبعا انا عملت النهارده مسقعه كده لان ايه، الواحد خلاص يعني اللحوم والزهق برده والدجاج والحاجات دي الفراخ، فالواحد يعني ايه. ايوه هو ده اللون اللي انا عايزاه، شايفين شايفين اللون ما شاء الله اهو داخل على حمار كده. تسيب الخل بقى كده اهو، تسيبها بالخل بالشكل ده كده وهنا وشفا اهو. الخل مش هيبقى باين ريحته اصلا، اتبخرت الخل ما بيبانش خالص. اللي يقول الخل هيبان، لا. وننزل بايه، بحبيبتنا بقى الطماطم بتاعتنا اهي، شايفين المنظر الجميل ده، حاجه اخر جمال. طبعا لو طماطم كتير زي ما انا عملت كده شلت منها شويه ما حطيتهمش كلهم. وهنزل بايه، هنزل بالتوابل، كزبره ناشفه وملح وكمون وشويه فلفل صغيرين. طبعا في شطه حراقه، مفيش داعي احط شطه. لو مفيش عندي شطه حراقه بحط، لو ما عنديش شطه يعني خضره حراقه زي ما انا عملت كده حمرا وفلفل حراق كده، بحط شطه هنا في التغذيه. انما لو في حراق كده ما بحطش طبعا، لانها هتبقى حراقه جدا مش هنقدر عليها. وطبعا بالهنا والشفا هتتسبك شويه كده، وهنركب الصينيه مع بعض ان شاء الله، وهنشوف هنعمل ايه باذن الله لما تخش على التسبيك كده ان شاء الله. وخليكم معايا باذن الله، تاكلوا احلى باذن الله مسقعه من ايد دودو ان شاء الله، وتعملوها وتجربوا بامر الله. بسم الله ما شاء الله، شايفين كده هي الخلصت اهي ما شاء الله، لا قوه الا بالله. مش قادره اوصف لكم الريحه وجمال الريحه عامله ازاي، تفتح النفس بصراحه على الاكل. انا دلوقتي هاخدها ونركب ان شاء الله باذن الله الصينيه بتاعت المسقعه مع بعض، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا جبنا اهوت كل حاجه معانا، معانا الصينيه اهيت اللي هنحط فيها، معانا الصينيه اهيت البايركس دي، ومعانا البطاطس اهي حمرتها في نفس الزيت اللي انا حمرت فيه الفلفل والبتنجان عشان تاخد نفس الطعم ونفس الحرقان ونفس كل حاجه من الزيت، عشان تبقى مسقعه على حق وحقيقي وحق ربنا. ومعايا هنا طبعا الصلصه اهي بعد ما خلصت. طبعا البطاطس دي لسه سخنه جدا، هجيبها كده وافرشها في الصينيه كده بالشكل ده. طبعا في ناس معرفش بقى الكل بيعمل بطاطس كده ولا لا، بس انا عشان عندي بيحبوا البطاطس تحت المسقعه، طبعا لازم احط لهم كده بالشكل ده عشان بيحبوها قوي بطعم الباذنجان وطعم الفلفل وطعم كل اللي معمول ده. فطبعا انا هحطها كده بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، سخنه جدا. طبعا رصيت البطاطس اهوت زي ما قلت لكم، هجيب الباذنجان برضو هرصه كده بالشكل ده اهوت. اعمل الحاجه بحب عشان الحاجه تطلع احلى حاجه اهو زي ما انتم شايفين كده. وهجيب هنا قرن فلفل كده بالشكل ده، وقرن فلفل كده، ونرص الرصه الحلوه دي بالشكل ده اهو، وقرن فلفل كده، وقرن فلفل كده عشان هنحط بقى الباذنجان ان شاء الله عليه اهو. ايه رايكم بقى صينيه مسقعه ما حصلتش بالشكل اللي انتم شايفينه ده؟ احلى حاجه ان احنا ايه نعمل حاجه بحب كده علشان احلى حاجه تبقى حلوه قوي اهو. دلوقتي بقى الدور جه على مين؟ جه على الصلصه الحلوه بتاعتنا دي. هنحطها ازاي بقى؟ هنحطها كده بالشكل ده، وطبعا هننزلها من الجناب عشان المسقعه تشرب كل حاجه. وطبعا انا بحب ادخلها الفرن، مش عارفه انتوا بتحبوا ايه، انا بحب ادخلها الفرن بتبقى جميله جدا. ممكن تتاكل كده بس زي ما انا بعملها كده، زي ما انا بحطها كده
زي ما انتم شايفين كده، تدخلوا كده الصلصة الحلوة دي من كل الجوانب اهو بالشكل الجميل ده كده، مش عارفة شكلها حلو عجبته في الكاميرا اهوت. وهاجي هنا برضو هنزل شوية كده بالشكل ده، تصبيه سخنة شوية اهو، والباقي احطه كده وادخلها الفرن نصاية كده نص ساعة، ونخرجها ونشوف هتبقى عاملة ازاي ان شاء الله مع بعض اهو. طبعا مسقعة ما حصلتش، تفتح النفس والريحة مش قادرة اقول لكم طالعة عليا عاملة ازاي. نفسي اجيب قوي عيش واقعد اغمس كده وهي كده زي ما هي قبل ما تخش الفرن حتى. شايفين ما شاء الله. طبعا قبل ما تدخلوا الصينية الفرن للمسقعة واي طاجن لازم يتمسح من بره كويس عشان تخلي بالكوا، عشان ما يتحرقش منكوا ويغلبكوا في التنظيف اهو بالشكل ده كده ها. ايه بتحاولوا تغللوا كده تخليها تتغلغل جوه الصلصة الجميلة دي بالشكل ده، تعملوا كده بالمعلقة عشان كل حاجة تبقى متعاصة نفس الصلصة دي بالشكل الجميل ده. دلوقتي بقى هعمل ايه، هدخلها الفرن ونشوفها تبقى طالعة عاملة ازاي اخر جمال اهو. ايه رأيكم انتوا في شكلها اهو؟ طبعا هستنى منكم التعليقات الجميلة اللي بتبسطني وتفرحني دايما بإذن الله اهو. مسحتها من كل الجوانب اهو. وطبعا اللي بيشوفني لأول مرة ما ينسانيش واشترك في القناة ويعمل لي شير وسبسكرايب وتعليقات حلوة منكم، وهنشوف ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن هتبقى عاملة ازاي بإذن الله ان شاء الله. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هي المسقعة زي ما انتم شايفين كده، بصوا الجمال ما شاء الله اهيت. واجيب لكم حته كده من ال اهو، شايفين ما شاء الله ادي، بصوا القرن الفلفل طالع معايا اهوت. بنشوف مين اللي هياكل الفلفل الجميل ده، يا خرابة على الريحة مش عايزة اقول لكم بقى. شايفين الريحة هايلة جدا 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 اهو. طبعا انا لازم ادوق انتوا عارفين. بسم الله روعة. من هنا للجاي المرة الجاية توحشوني ان شاء الله بإذن الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودمتم سعداء وبخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.